بيكم فيديو جديد. مكملين النهارده في يونت 8 لسنه 6، هناخد I was very good at hide and seek. هنكمل مع بعض الالعاب، وهناخد برضو دايالوج حوار عن الالعاب، وهنشوف كمان قاعده جرامر صغيره كده معانا في الدرس. اولا بيقول لنا هنا هايد اند سيك، ودي لعبه الغميضه اللي احنا حد بيستخبى واحنا بنغمض عينينا ونطلع نجري وراه. سكيبنج اللي هو النط بالحبل. هوب سكوتش اللي هي اللعب اللي يكون فيه بنرسم مربعات على الارض واحنا بنفضل ننط على المربعات دي. كولورد تشوكس معناها الطباشير الملونه. ايماجينيشن يعني الخيال. سكويرز يعني مربعات. ات اول يعني على الاطلاق. بروجكت يعني مشروع. ستيكرز يعني ملصقات. نيباد اللي هو واقي للركبة. كوايت يعني إلى حد ما. difficult معناها صعب. climbing يعني معناها تسلق. start يعني يبدأ. prefer يعني يفضل. practice معناها يتدرب. skip يعني ينط. hide يعني يختبئ يستخبى. draw يعني يرسم. hurt يعني يجرح أو يؤلم. fall off معناها يقع من على حاجة. ride يعني يركب. good at جيد فيه. helmet معناها خوذة بلبسها على دماغي علشان أحميها من الوقوع لو أنا بركب عجلة أو حاجة. طيب تعالوا بقى نقرأ مع بعض الدرس، هنقرأ كده دايلوج صغير عن الألعاب اللي بنحب نلعبها. نقرأ الأول مع بعض دايلوج between two friends، حوار between يعني بين اتنين أصحاب. بتقول لها هاي رانيا، have you started the project about toys and games yet؟ ازيك يا رانيا، انت ابتديتي في المشروع بتاعك عن الألعاب و toys اللي هو الألعاب، toys اللي هي اللعبة اللي انت بتمسكها، لكن game ممكن تتقال على لعبة زي hide and seek، زي hopscotch، دي بنسميها ألعاب بس مش زي الألعاب اللي هي الدول والأكشن فيجر والترين والحاجات اللي احنا خدناها في الدرس اللي فات. طيب بتقول لها هاي سارة، yes I started it on the weekend. أيوة أنا ابتديت المشروع بتاعي في عطلة نهاية الأسبوع. It's really interesting، مشروع حلو جدا. فبتقول لها yes it is، أيوة فعلا واضح إن هو كده. What games did you like playing when you were younger؟ إيه بقى الألعاب اللي أنت كنت بتحبي تلعبيها وأنت صغيرة؟ قالت لها I thought hide and seek was fun، كنت بعتقد أو أعتقد إن hide and seek was fun، إن لعبة الغميضة كانت لعبة حلوة جدا. I was very good at it أو at hiding، أنا كنت كويسة جدا في ال hiding اللي هو في الاختباء، كنت بستخبى حلو قوي. I was good at it too، وأنا كمان كنت كويسة في اللعبة دي وبحبها جدا. I could hide for a very long time، كنت بعرف استخبى لوقت طويل جدا من غير حد ما يمسكني. I also really liked playing hopscotch with my friends، وكمان كنت بحب ألعب لعبة النطيطة مع أصدقائي. We use different color chalks to draw the squares، كنا بنستخدم كده color chalks اللي هي طباشير الملونة علشان نرسم المربعات بتاعة اللعبة. فبعدين بتقول لها I thought hopscotch was quite good but I preferred skipping، انا كنت بحب فعلا لعبة hopscotch اللي هي التنطيط، لكن انا كنت بحب اكتر النط بالحبل. فقالت لها صاحبتها I liked skipping، وانا كمان كنت بحب النط، but I wasn't very good at it، بس ما كنتش بصراحة كويسة قوي يعني في اللعبة دي. Some skipping games are so difficult، شوية الألعاب دي بالنسبة لي صعبة جدا. فقالت لها yes they are، أيوة فعلا هم صعبين شوية. I had to practice a lot with my sister، أنا اضطريت إن أنا practice يعني أتدرب كتير قوي لحد ما عرفت ألعب نط الحبل دي مع أختي. Oh my brother didn't practice with me، أخويا ما كانش بيحب يتدرب معايا. He didn't like skipping at all، ما كانش بيحب النط ده خالص. We often played marbles together though، وبالرغم من كده كنا بنحب نلعب مع بعض بالبلي كتير بدل لعبة النط. طيب تاني حاجة هنقراها دلوقتي مع بعض هي قطعة كده باسج عن my favorite toy، في ثلاث أصدقاء بيكلمونا عن اللعبة المفضلة عندهم، وهنبدأ بواحد اسمه يوسف. بيقول لنا when I was younger my favorite toy was my skateboard، وانا صغير كانت اللعبة المفضلة عندي هي لعبة سكيت بورد اللي هي لوحة التزحلق.
I loved going to the park and playing with my friends. كنت بحب قوي أروح الجنينة وألعب مع أصحابي. They had skateboards too. هما كمان كان عندهم لوح التزحلق. And it was really good fun. وكان حاجة ممتعة جدا بالنسبة لنا الوقت ده. We all wanted to go so fast. كلنا كنا بنحب إن احنا نمشي وننطلق بالسكيتبورد بتاعتنا بسرعة جدا. My skateboard was black with orange and yellow stripes on it. والسكيتبورد بتاعي كان لونه اسود وكان فيه عليه ستيكرز كده لونها اورنج لونها برتقاني ولونها يلو ولونها كمان اصفر. It had I had to wear a helmet and knee pads. وانا كنت بلعب كنت بلبس هيلمت كنت بلبس خوذه كنت بلبس كمان knee pads اللي هي واقي للركبه علشان ما ينجرحش طبعا لو وقع. It really hurts if you fall off a skateboard. يعني انت بتحس بألم كبير جدا لو وقعت من على لوحه التزحلق وانت بتلعب. I got my first skateboard when I was 8. أول سكيتبورد جبته كنت كان عندي 8 سنين. And it was quite small وكان صغير كده إلى حد ما. I don't use it at all now. مش بستخدمه خالص دلوقتي because I have a bigger one. لأن أنا جبت واحد أكبر. بعد كده في واحدة صاحبتنا اسمها أميرة بيحكي لنا عنها وبيقول when أمينة أمينة مش أميرة when أمينة was little لما أمينة كانت صغنونة she really liked games that used a lot of imagination. كانت بتحب جدا الألعاب اللي كان فيها استخدام عالي للخيال. She was very good at making up stories. كانت كويسة جدا في اختلاق وتأليف حكايات كده وروايات في دماغها تلعب بيها وهي صغيرة. She had a doll's house. كان عندها بيت الدمى اللي هي بيت الدمية اللي هي العروسة اللعبة. Some cuddly toys. وكان عندها كمان شوية ألعاب اللي هي soft دي الطرية. And some action figures. وكمان كان عندها شوية ألعاب اللي هي action figures اللي بيكون على شكل شخصية كرتونية. أما بالنسبة لصاحبتنا نور فبيقول نور really enjoyed playing outside. نور بقى كانت بتحب جدا ان هي تلعب برا البيت. When she was younger لما كانت صغيرة she liked running, climbing and playing tennis. كانت بتحب لعبة الجري كانت بتحب التسلق وكمان كانت بتحب تلعب بالتنس. She was quite good at football too. كانت كويسة جدا كمان في كرة القدم. كده احنا قرينا مع بعض الباسجز اللي عندنا. تعالوا بقى ناخد الجرامر الصغنون كده عندنا في الدرس التاني. يلا بينا دلوقتي هنبدأ اخر جزء في الدرس وهو جرامر صغير اسمه intensifiers. intensifiers هي عبارات بستخدمها علشان أأكد او علشان أبين قوة الحاجة اللي انا بتكلم عنها. تعالوا نشوف احسن عشان نفهم اكتر. اولا ممكن استخدم كلمة very او كلمة so علشان أبين قد ايه الصفة اللي انا بتكلم عنها دي ابين ان هي صفة كبيرة جدا او ان هي صفة مهمة جدا. زي مثلا ما اقول he's very good at playing football يعني هو ماهر جدا في لعبة كرة القدم. فكلمة very هنا جاي عشان تأكد ان good اللي هي صفة good طبعا معناها جيد ودي صفة عشان أأكد ان هو كويس ومش كويس بس ده كويس جدا في لعبة كرة القدم. كمان ممكن استخدم so او تعالوا ناخد مثال على so. Some skipping games are so difficult. So difficult. So difficult معناها صعب جدا. فكلمة so جت علشان تأكد ان الصفة صعب اللي هي difficult مش صعب وبس دي صعبة جدا. فهو ده معنى intensifier ان انت بتأكد على الكلمة اللي انت بتقولها. فكلمة very و so مختصين بالصفات فقط ما اقدرش أأكد بها غير الصفات. طب تعالوا نشوف حاجة تانية وهي كلمة really. كلمة really برضو زي so وزي very معناهم جدا بس ممكن أأكد بيها أفعال وممكن أأكد بيها صفات verbs and adjectives. زي مثلا ما يقول هنا I really like playing hopscotch. I really like معناها أنا بحب جدا. فكلمة really جاي علشان تأكد الverb الفعل like. فدي intensifier يعني بتأكد ان انا مش بحب لعبة هوبسكوتش وبس ده انا بحبها جدا. دي معنى التأكيد. وزي ما انتوا شايفين intensifiers بتيجي قبل الكلمة اللي بتأكدها مش بتيجي بعدها. كمان عندنا الكلمة at all. At all يعني على الإطلاق ودي ما بتجيش غير في الجمل النيجاتيف فقط. جملة النيجاتيف اللي هي الجملة المنفية ما تقدرش تستخدمها في جملة ما فيهاش not. هو ده معنى الجملة المنفية. زي مثلا بيقولك Arthur didn't like train sets at all. انتم ملاحظين هنا حاجتين ان اولا الجملة فيها not منفية ثانيا at all بتيجي في اخر الجملة
مش بتيجي بعدها كلمه، مش زي سو فيري وريلي، لا هتقول دي بتيجي في الاخر عشان تقول لك على الاطلاق، يعني خالص مش بيحبها نهائي. فدي انتنسيفاير لانها بتاكد معنى الجمله، بس في نفس الوقت ما بتجيش غير في الجمله المنفيه بس. اخر انتنسيفاير عندنا هو اسمه كوايت، وكوايت دي معناها الى حد ما، يعني شويه. فده انتنسيفاير بس القوه بتاعته متوسطه، مش زي سو وفيري وريلي. سو وفيري وريلي يعني جدا، انما هنا كوايت معناها الى حد ما، نص نص يعني. زي مثلا ما اقول وبتيجي مع الادجكتيفز، بتيجي مع الصفات. زي ما اقول I think running is quite good، اعتقد ان لعبه الجري quite good يعني جيده الى حد ما. فهنا كوايت انتنسيفاير ليه؟ لانها اكدت على ان هي لعبه جيده، بس ما تنسوش زي ما قلت لكم ان هي معناها الى حد ما نص نص، مش قويه زي سو وفيري وريلي. كده نكون اخذنا مع بعض الجرامر بتاعنا، وقرينا مع بعض الباسجز، واخذنا الفوكابولري المهمه في الدرس. كده يكون خلصنا الدرس بتاعنا. انا ميس اسراء عماد، ودي قناه بديل الدرس. جود باي.